شو بدي أشتري؟ السلام عليكم، كيفك؟ شو الأخبار؟ لو سمحت بدي أشتري لامبورغيني. بدي أشتري لامبورغيني. منين تشتري لامبورغيني؟ بدي لامبورغيني، أشتري لامبورغيني. أعطيني أحلى لامبورغيني عندك. متأكد أنت جاي تشتري لامبورغيني؟ أكيد متأكد، أنا بدي لامبورغيني، شريت قبل فترة واحدة وبدي أغيرها. شكلك ما تركبش لامبورغيني. لا بس بدي لامبورغيني. متأكد يا زلمة. تعال تفضل معي. هاي مش عاجبتني السيارة. دي لامبورغيني؟ يعني لا 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 لا. في أغلى منها؟ في أغلى منها. مش عاجبتني، لونها مش حلو. لونها مش حلو. هاي قديش سعرها هاي السيارة؟ دي 2.5 مليون. فكرتها 2 مليون بصراحة. 1.5 مليون يعني بتحب كاش ولا شو بتحب أدفع لك؟ بدك كاش أدفع لك سعر السيارة؟ كاش. متأكد من الكلام؟ يا زلمة متأكد يا زلمة، والله إذا ما تطلع علي رح أشتريها كاش. والله افتح لي إياها أشوفها السيارة. بس يعني إيه؟ يعني أنا مش مقتنع. بس مش أنت لحد هسه أنا مش متأكد مني؟ إذا ما عندي مزح، أنا خلص دخلت أشتري، يعني لازم أدخل أشتري. آخ أوف، شو حلوة، شو هاد؟ بس إلها ريحة السيارة من جوا. مش متأكد. خلص بدي اشتري هاي السيارة انا، اوكي؟ بس ريحتها مش عجبتني من جوا، زبط لي ريحتها. هو لو خدنا شاور زي الفل. بتعمل ايه بس؟ بتعمل ايه؟ اشوف المحرك من تحت. محرك ايه؟ محرك مش هنا، تعالى. محرك ورا. جد ورا؟ انت متأكد انت هتركب العربية دي؟ يا زلمة انا متأكد، انا بعرف شو بحكي لك. بزبط انام جوا السيارة؟ اقول لك شو القصه، انا بعت بيت اهلي وجاي اشتري لامبورغيني. بعت البيت عشان تيجي تشتري لامبورغيني؟ بدي اشتري لامبورغيني. وعايز تنام في اللامبورغيني؟ بدي انام جواتها، يعني لو بدي مثلا انام فيها انا وشخص. انت وشخص كمان؟ مش شخص فهمني غلط، ولد بنت. مش بنت يعني، اثنين. شخصين. ولدين بقى بنتين. ده ما يكون. طب انت لو تعال نجرب ننام فيها انا وياك. لا ده كده ما ينفعش. خلص انا راح اشتريها، تفكرنيش بمزح. انا خلص جاي اشتريها، جاي اشتريها. اعطيني 10 دقائق برجع لك. والله ما بمزح، 10 دقائق وبرجع لك. محتاج مني حسنة اي حاجه؟ لا بديش منك اشي. 10 دقائق وهيني جايك. طبعا صاحب الشركه اللي فكرني كذاب، فهمتوا علي؟ فانا هسه رايح على السياره. شو بدنا نعمل؟ بدنا نجيب المصاري ونفوت عليه ونشوف رده فعله كيف راح تكون. لا لا بلوش اخيرا. اسمع فكرني بكذب عليه، عرفش انه هسه راح يشوف مصاري. قلت لك 10 دقائق وانا راجع. شوف يلا عد المصاري. بدي اللامبورغيني هسه بدي اياها. يلا تعال فوت معي. فوت معي. نزل هنا بقى، قلت لك انا ما بمزح، قلت لك ما بطول. 10 دقائق وهيني اجيبك. منين دول؟ هذول يا زلمه مصاري، مصرياتي. بدي اللامبورغيني هسه. اعطيني اياها. هاي نوع ارتاح، تعبت من الصبح قاعد بلم فيهم. طب تعال بقى، تعال على المكتب. يلا نقعد سوا. تعال. في امان هون؟ امان. يلا الموقع. يلا وقع لي هنا. هلا والله. حبيبي يانوس، كيفك؟ هذا صاحبي. هلا. انا صاحبك. اشتريت؟ اشتريت، خلصت. شو اشتريت؟ لامبورغيني. انا بدي واحد لامبورغيني كمان. وفي نرد؟ ايه بس انا عندك كاش. قاضي اشتري لامبورغيني هاي؟ اشتري لامبورغيني هاي. هون اكتب الاسم. اكتب الاسم. هون التوقيع. لا لا طب ما تركزش قوي في الورقه برضه. مبروك عليك. الله يبارك فيك. مفتاح لو سمحت. زي ما انت شايف.